حطني رقم واحد في القصير. اللعبه دي عايز ايه؟ لا لا بجد يعني انا عايز حد يجاوب عليا يقول لي اللعيبه دي عايز ايه؟ يعني اكتر من 6 ماتشات ولا 7 ماتشات ما بتكسبش. في اخر كام مباراه بتكسب مباراه الاسماعيلي وبتتعادل وبتخسر باقي معظم المباريات. هتقول لي اللوم على فيريرا، اللوم على الاداره، اقول لك اللعيبه فين؟ انت معاك لاعبين يقدروا يشيلوك، معاك لاعبين يقدروا يصنعوا الفارق، اللعيبه حتى اللي كانت بتصنع لك الفارق ما بقتش بتصنع. اللعيبه اللي كانت بتشيلك في مباريات بتكسبك لوحدها ما بقتش بتكسبك. هل ده راجع لتراجع مستواهم؟ لا. بالدليل ان اللعيبه دي لما حبت تلعب الشوط الثاني كنا ضاغطين على المحله، كنا ضاغطين وعارفين نوصل للمرمى وبنهدد مرمى المحله وعارفين نباغه المحله وجبنا جون من ضربه جزاء، ولكن وصلت للمرمى. ولكن انت في الشوط الاول مش عارف تلعب كوره، مش عارف تقفل المساحه، مش عارف تلعب باصات، مش عارف توصل للمرمى. انت اكتر مباراه وصلت فيها او اكتر مباراه دخلت منطقه جزاء الخصم هي مباراه المحله بعد مباراه الاسماعيلي. تخيل مباراه الاسماعيلي اللي هي من شهر فات مباراه الاسماعيلي كسبناها 3-1. من شهر انت ما عملتش فرص محققه على الفريق المنافس بتاعك زي مباراه النهارده، وبالتالي خسرت المباراه ايضا. ليه؟ لان انت الشوط الاول جه في الجونين في اول المباراه بسذاجه كبيره جدا. هتقول لي فيريرا، المشكله في فيريرا. طب فيريرا كل الناس قاعده تقول لك يرجع للثلاثه ورا، يرجع للثلاثه اربعه ثلاثه اللي كسبنا بيها، يلعب نيمار، يلعب رؤى، اللعيبه الكويسه، يلعب بالزناري. احنا جايبين الزناري نحطه على الدكه اول 10 دقائق واول 17 دقيقه في المباراه. الزمالك بيلبس جولين، جول من عبد الغني وجول من الزناري. ايه الناس بتقول لك فيريرا؟ طب فيريرا لعب النهارده بال 3 4 3 نفس الشكل، نفس الطريقه، نفس الاداء. عندك عمر جابر، محمد عبد الغني، مصطفى الزناري، اشرف رؤى، دول اقسم بالله ما يصلحوا لعيب كره القدم الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. مصطفى الزناري كان كويس في طلع الجيش، ممكن يكون مش قد تيشيرت الزمالك، مش قد تيشيرت الزمالك. مصطفى شلبي بيحاول يعافر، بيلعب على قد امكانياته. سيف الجزيري، انا هقف شويه عن سيف الجزيره عشان سيف الجزيره كان هيخرجني عن المله وانا قاعد بفرج على الماتش. ايه؟ لا بجد ايه؟ بيجي لك كورتين على حدود السته بتضيعهم، مش عارف تشوت. انت مش عارف تشوت، يعني انت مهاجم نادي الزمالك مش عارف تشوت، مش عارف تشوت الكوره، مش عارف تستلم، مش عارف تقف على الكوره. مين انت؟ مين انت كمهاجم نادي الزمالك؟ انا كنادي الزمالك عندي 2 مهاجمين، ولا ده بيعرف يشوط ولا ده بيعرف يشوط، ولا ده بيعرف يقف على كوره ولا ده بيعرف يقف على كوره. فاحنا جايبين المهاجمين دي ليه؟ جايبين 2 اجانب بنلعبهم ليه طالما مش هيفيدوا حاجه؟ سواء سيف الجزيري او سامسون اكينولا، ولا ده فايدك ولا ده فايدك، ولا ده بيصنع الفارق. اصل انا اللي عارفه، انا اللي عارفه، وده اللي باين في كل فرق الدوري، ان اي فريق بيروح يجيب لاعب اجنبي فاللاعب الاجنبي ده لازم يكون بيصنع الفارق، لازم يكون مستواه اعلى من مستوى اللاعب المحلي، مش اقل او مش زيه. اصل انت مثلا لو جبت لاعب اجنبي نفس مستوى المحلي فخلاص، فانا اجيب محلي افضل، ولا هدفع دولار ولا هعمل كل ده. فانت جايب الاجنبي عشان يصنع لك الفارق. دلوقتي الزمالك عنده الاجانب بيتغرقوا، سواء الجزيري، كينولا، حمزه المسلوثي، بس المسلوثي كان يعني نوعا ما استعاد مستواه. ابراهيم نضاي جبناه بنعالجه بقى لنا 8 سنين تقريبا، جايبين نضاي عشان بنعالجه بس. جبت زكريا الضحكي مشي، خسرك سوبر وراح قال لك اتكل على الله، انا مش قادر استحمل الضغوطات وانا مش قد الضحك، فخلاص قلب. فانت جايب 5 محترفين مفيش محترف فيهم بيصنع لك الفارق. ده المحله، مع احترام الغزل المحله، المحله عنده 3 افارقه يصنعوا له فارق. اوروكو اللي جاب لك اللي جاب فيك الجول الاول، وعندك حميد ماو في نص الملعب، وعندك اللي لعب اللي نزل في الاخر ابراهيم كونيه. 3 محترفين صانعين الفارق. غزل المحله كله مبني، لعبه كله مبني على حميد ناو في نص الملعب. هو اللي بيبدا الهجمه، وهو اللي بيحرك الفريق، وهو اللي بيعلي الريتم، وهو بيهدي الريتم، وهو بيفسد الهجمات، وهو اللي بيمرر التمريرات المفتاحيه، وبيعمل هو كل حاجه في الفريق. كان عندك ساسي، وكان عندك بن شرقي، وكان عندك محترفين بيصنعوا الفارق، ولكن انت مشيت المحترفين دول وما عوضتهمش. انا بعد مباراه بيراميدز مسكت لك كل عناصر المنظومه وفصصتهم لك واحد واحد، جبت لك لعيبه، جبت لك اداره، جبت لك مدرب. ولكن النهارده فيريرا عنده اخطاء، ولكن فيريرا ما يشيلش الليله.
فيريرا ما يشيلش الليله، اللي يشيل الليله الاداره اللي جابت صفقات كسر وجابت لك شويه ميركاتو صيفي لعيبه ما تستحقش تعدي من جنب نادي الزمالك ده مبدئيا. وفي الشتاء خلاص فاضل يومين ثلاثه خمس ست ايام والشهر يخلص ولسه ما خلصش الصفقه، جيني بوكا طار منك، احمد القدوسي عمال تقول له هيجي لا مش هيجي لا هيجي لا مش هيجي، ها ماذا بعد؟ ولا اي حاجه. في الاخر هتلاقي فيريرا مشي وجاب لك مدرب خالد جلال اسامه نبيه اي خرا هيجيبه، بعد كده يجيب لك بقى مدرب اجنبي كسر في مدرب كسر في مدرب كسر في مدرب كسر، ونقضيها كده ونقضيها كده. اصل فيريرا هو اللي جابك من على حافه الهويه، انت كنت خلاص بتغرق خلاص بتغرق الموسم اللي فات، وقف كده مفيش صفقات، اللعيبه مش عايز تلعب، الدنيا بايظه، جالك فيريرا جاب لك دوري وكاس. هتيجي دلوقتي تقول لي فيريرا اصل هو السبب، فيريرا عنده اخطاء ولكن مش هو السبب الرئيسي لتراجع مستوى الزمالك، مش هو السبب الرئيسي اللي يخليك تتعادل مع الداخليه وتتعادل مع المقاولين وتخسر من الاهلي وتخسر من غزل المحله وتخسر من دول وتتعادل مع دول، مش هو اللي خلاك تخسر مع اسوان، هو مش ده. لعيبه مش قادره تلعب، مش عارف، انا مش عارف افسرها، هل هم متامرين؟ ده تآمر على فيريرا عايزين يمشوه زي ما تآمروا على باتشيكو ومشوه، خلاص كل مدرب هيجي الزمالك يخلي اللعيبه تمشي على سيستم معين ويخلي اللعيبه تبقى منظمه ويخلي اللعيبه تبقى ملتزمه، اللعيبه مش عاجبها هتتخاذل فنمشي مدرب. ما هو ده مش منطق، ما هو ده مش منطق، واحنا عارفين ان الزمالك فريق لا منطق، فريق لا منطق، ولكن فريق لا منطق ده بيبان في المواقف الايجابيه بس او الفترات الايجابيه بس، ولكن في الفترات السلبيه كل المنطق بيبقى موجود. لما رئيس ناديك يطلع في القنوات الفضائيه ويغلط في اللعيبه ويغلط في المدرب ويخلي ثقه يعني اللعيبه ثقتها في المدرب مهزوزه لان بيطلع يتهز على القناه، وسواء اللعيبه بتعمل مشاكل مع لعيبتك، انت اللي انا اعرفه اي نادي محترم او اي رئيس نادي محترم في الدنيا بيروح لما الدنيا تبقى بايظه، الدنيا متلخبطه، في تشتيت، في حاجات غلط، بيقفل على الفريق ويقفل الدنيا ويصلح اخطائه في الابواب المغلقه، خلف الابواب المغلقه، اشتم، اضرب، وبخ، اعمل اللي انت عايزه، كده كده انت محدش سامعك، محدش شايفك بينك وبين اللعيبه ولا بينك وبين المدرب. ولكن تطلع لي على الملأ قدام الخلق على قناه مش عاي... يعني مش قادر اقول قناه الزمالك، قناه تدعى ان هي قناه الزمالك، قناه رئيس الجمعيه العموميه، بيطلع كل يوم يغلط في نص مصر ويغلط في سياسه وفي كوره وفي فنانين وفي اي حاجه، وحد وساكتين عليه ليه؟ مش فاهم، انا مش فاهم. مرتضى منصور مسكوت عليه لحد دلوقتي ليه؟ ده سرطان جوه النادي، مش سرطان، ده سرطان للدوله، مرتضى منصور سرطان للدوله المصريه. هو حاجه من الاثنين، يا نقتله يا يقتلنا خلاص. مش فاهم، كل ماتش بعد الماتش يطلع لك بالليل يغلط في اللعيبه ويعمل مشاكل مع اللعيبه، خسرك فتوح وخسرك عبد الله جمعه اللي هم كانوا مفاتيح لعبك، خسرهم لك، خلاهم لك مش عايزين يلعبوا كوره، ولسه يطلع النهارده يشتم في اللعيبه ويغلط في المدرب ويغلط في فيريرا ويغلط في الجمهور ويغلط في السوشيال ميديا ويغلط في الناس كلها، حد هيحاسبه؟ محدش هيحاسبه. حد يقول له بتعمل ايه؟ محدش يقول له بتعمل ايه؟ طب ابنك اللي انت جايبه بتشغله خريج اكاديميات برشلونه ايه؟ جايب لك صفقات لا حول له ولا قوه، سامسون ديحكولا ومصطفى شلبي وعمرو السي، المفروض اللعيبه دي احنا كنا بنجي يعني اللعيبه اللي احنا جايبين نلعب بيها اساسيين دول عايزين ناخد بهم افريقيا والدوري وبتاع، المفروض الناس دي تبقى عندنا على الدكه عشان لما نحب ننزل حد من على الدكه يبقى عندك عمق في التشكيل تنزل اللعيبه دي، مش دول اللي تلعب بيهم اساسيين، مش اللي تلعب في نص الملعب بامام والسيسي ودونجا، مش دول. كواليتي وحش، جوده وحشه، لعيبه سيئه، اداره سيئه، واخيرا قرارات سيئه من فيريرا. لكن النهارده مباراه غزل المحله النهارده فيريرا لا يلام عليها 1%، عمل كل حاجه صح، حتى التغييرات كانت صح، اللهم التغيير الاخير اللي انت كنت المفروض تنزل لاعب كمان جنب سيف الجزيري تبقى سيف الجزيري وايكينولا علشان تضغط على الفريق. وغلطه كمان من فيريرا ان هو ما ضغطش على حميد نيمو في بدايه المباراه، انت يعني حتى لو انت مش مذاكر يعني حتى محللينك الاداء والمدربين اللي معاك كسلوا يذاكروا المحله ودخلوا المباراه ومش مذاكر غزل المحله، في اول المباراه هتلاحظ ان حميد ماو هو العقل المدبر للمحله، فانت المفروض تضغط عليه، المفروض توقف كورته، المفروض تعطله، ولكن انت ما ضغطتش ب2 جنيه على النهارده على حميد ماو.
الا الشوط الثاني. الشوط الثاني ما اعرفش ايه اللي حصل في اوضه اللبس بقى، فيريرا دخل ضربهم، دخل شتمهم، اللعيبه فوقت، قالت لك ازاي نعمل كده والجمهور اللي في المدرج، ولا الجمهور لما قعد يشتم ناس فاقت، مش عارف. كل ماتش بالمناسبه، كل ماتش لو الزمالك بنفس الشكل هتلاقي الجمهور بيغلط فيك، هتلاقي الجمهور بيهينك، هتلاقي الجمهور بيغلط فيك وبيشتمك، عشان الجمهور بيلف وراك مصر كلها وانت بتلعب بالاداء ده. ناس لما تسيب شغلها وتسيب دراستها وتسيب امتحاناتها وتسافر وراك اسوان وتسافر وراك المحله وتسافر وراك اسكندريه وفي الاخر تعمل الاداء ده وتخرج بالاداء ده وتخرج بالشكل ده، فانت تستحق الشتيمه وتستحق الاهانه. مش عارف اقول هارد لك لجمهور الزمالك ولا اقول ايه. هو هارد لك لجمهور الزمالك العظيم، جمهور الزمالك اللي في ظهر فريقه، اللي بيشجع فريقه، وهنفضل ظهر الزمالك ونفضل ورا الزمالك لحد النهايه. ولكن لازم حل، لازم حل، حلول اداريه وحلول للاعبين واخيرا حلول فنيه. ولكن الحلول الفنيه مش ان فريرا يمشي، الحلول الفنيه ان فريرا يصلح ويجيله صفقات تساعده على طريقه لعبه. لو في الاخر ده راي شخص واحد ورايي انا، عايز تعمل لايك اعمل، مش عايز تعمل براحتك، مش عارف اقول ايه تاني. سلام.